حبيبه فاطمه يا حبيبه انا حبيبه الدنيا صحتك يا اختي صحتك يا اخويا انت هتقعد هنا كتير سوسن شخ لا لا سوايا دي سوايا لازم استنى هنا تملك وانت في الليل اقعد على طول حبيبه حبيبه يا اخويا اقعد على طول بقى طبعا اخشى تنام برافو فاك برافو فاك يا اخو يلا تنام يلا 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 على فكرة انت بترقص حلو قوي ميرسي تعرف ترقص بلدي؟ ابن كوستا كان بيرقص كويس كتير برافو برافو دينينا يا تينا دينينا اخ بوي ستورا كوستا كان سبيرينا سنعي مزينا امال هو فين دلوقتي؟ سافر استراليا بيشتغل ميكانيكي كان عاوز احنا نروح معاه لكن احنا مبسوطين خينا بكره يرجع بالسلامه سلام ايه بيضك على كريال بيضك على عندكم اسطوانه بلدي؟ ليه هسي؟ طب يا ايه؟ هتناموا؟ مش هحرقص عليها برافو برافو ما تنسى برافو اوربس يلا اوبا اوبا هسي برافو ونيكلا عوضين من فضلك هات لي اربع ترغفه بس بسرعه وحياتك صباح الخير صباح النور شرفتي طرطور متشكره بنتك باشمهندس نور الله يخليك وحضرتك بقى الست بتاعته لا انا اخته سوسن عبد الحميد صباح الخير يا باشمهندس صباح الخير اتفضل عيش سوسن الله انت لبست يا حبيبي البلكونه مفتوح كنت بتتكلم مع مين مع الجيران جيران ايه غلط لا ما غلطتيش بس مساله الجيران دي بلاش منها وش جف الشهر صباح الخير وتنك داخله اللي تزوق وقف شويه طب هم هيكلموني ما ترديش ليه وانا خرسه رد رد مختصر يمكن عايزين يتعرفوا عليا الا دي خلينا في حالنا سوسن يا حبيبتي انا ما بقيتش حريتك بس انت عارفه ان انا ما بحبش الاختلاط طيب كفايه علينا الخواجه كرياكو والست ام كوستا وانا وانت الله لسه ما فطرتش ما فيش وقت اتاخرت باي باي ايه البلكونه مفتوحه باي باي مع السلامه
واقفة عندك كده ليه؟ بتعملي ايه يا عيشة؟ بصبح على أختي الباشمهندس. أخته؟ وصلت إمتى؟ إمبارح. يا أم أحمد يا حاجة خش أنت. أيوة يا عمدة. حاضر. أختي الباشمهندس وصلت إمبارح، واجب تروحي تزوريها وتتوددي لها. كمان يوم ولا اتنين يا حاج. خير البر عاجله. أخوها باشمهندس، لا خطب ولا شبك. درداح أمال يا أم أحمد. الزمان ده عايز كده يا ولية. صباح الخير. صباح النور. عايشة هانم بتر أمضي بتسلم على حضرتك وبتقول لك النبي يقبل الهدية. بس أنا معرفهاش. دول جيرانك ساكنين في الصناعي اللي قدامك، وهم أصحاب الملك بتاع البيت ده. متشكرة أوي. فوتك بعافية. مع السلامة. متشكرة قوي على ايه التعب ده؟ حاجة مش قد المقام، تاكلوها بالهنا والشفا. ابقي اتفضلي عندنا. ان شاء الله، بس لما تيجي انت الاول. احنا نتشرف. الحمد لله على سلامة الست اختك. بنتي عيشة شافتها وحبوا بعض من بعيد لبعيد، ونعم الجيرة. متشكر يا حضرة العمدة. لازم تشرفونا. ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. انا هعمل لك عزومة لوحدك. بقى يا ستي قوي منتظراكي. ان شاء الله. ان شاء الله الجمعة الجاية. اهلا وسهلا. مع السلامة يا رب. مع السلامة. اشوفك بعدين يا سلسلة. ان شاء الله. مع السلامة. باي باي. باي باي. اه. ايه ده يا سلسلة؟ تقص عليك يا حسن. كده تخدني. ده اتفقنا. طب انا هعمل ايه؟ ناس وجم لغاية عندي. اقفل باب وشهم. مرة وعدي. مع سوسن اعملي معروف انا مش عايز لد وعجن من كتر كلام. كتر كلام ليه؟ وانا واحده جايبه هتسليك. تنسي يا استاذ انا اختك، وان الجيران لازم تزورني وازورهم. لو انا قطعتهم هيحصل عندهم شك، واحنا مش عايزين الشك ده. اتفقنا؟ اتفقنا. طب هات بوسه. ايه؟ ده انا اختك. الله. ايه في ريحه ايه؟ طلعت العمده. الله. استنى هنا شوية. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الحمد لله على سلامة الهانم أختك. الله يسلمك. نظر المحطة قال لي إنها شرفت إمبارح. أيوة. ثانيا أنا جاي أعزمك على فرح بنتي يوم الخميس الجاي. مبروك. ربنا يتمم بخير. وطبعا الست أختك مش عايزة عزومة. لازم تشرفني معاك. اه طبعا طبعا. يا شرف لينا احنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا احمد. احمد ابني. الباشا مهندس حسن. اخويا.
الليله كنت زي القمر. صحيح؟ العينين كلها ما اتشالتش من عليكي. خصوصا الواد الاسمر. مين الواد الاسمر؟ ابن العمدة. اه اللي كان قاعد بيبص لي على طول. ايه ده معجب؟ ما يعجبش ليه؟ هو انا وحشه؟ ما انت الاخرى كنت بتبصي له. نعم بقى؟ تسمح تقول لي ايه اللي يجيبني من مصر ويخليني اقعد معاك هنا؟ انت زعلتي؟ اه عايزه انام. والله انا بهزر. لا حقك عليا. لا ايوه حاضر ستي. ايوه طرطوس على التليفون. الو الو. ايوه يا سوسن انا سميره. الصوت بعيد كده ليه؟ وحشتيني قوي. اهلا يا كتكوت. وحشتني يا ابن الايه. الو هتيجي امتى يا روح قلبي؟ مش باين ليه؟ انت اتجوزتي ولا ايه؟ لا. ولما هو لا قاعده عندك بتعملي ايه؟ قولي لي يا روح قلبي تيجي تشمي معانا نسيم؟ ما اقدرش اجي ما اقدرش اجي ما اقدرش اسيب حسن لوحده. ما تتصوريش انا قد ايه سعيده هنا ومبسوطه. ايه؟ ما اقدرش اجي. اسمعي ازاي مديحه؟ كويسه؟ ايه؟ ما بتشوفيهاش؟ ليه؟ بتحبي مين؟ الو الو سميره. كانت عايزه ايه سميره؟ كانت تطمن عليا والسكه اتقطعت. احسن. استني انت انا اللي حضرتك. الو؟ ايوه الو يا سوسن انا عزوز. اصل ما لحقتش اكلمك علشان الخط اتقطع. الو الو تسمعني؟ سيبك من الفقر اللي انت فيه. تعالي يا حبيبتي انا هبني لك فيلا وافرشها لك وادي لك 200 جنيه في الشهر. انت ما بتردش ليه يا حلوه؟ انت مش سامعاني؟ انا مش عايزه اسمعك ومش عايزه اعرفك. حسن حسن هو قال لك حاجه ضايقتك؟ ما يهمنيش اللي قاله. ده شيء بينك وبينه. لكن كونك تغفليني وتعملي تليفوني انطره ده اللي ما اسمحش بيه. وانا ما اقول اعمل حاجه كده؟ انا مش مغفل. تعالي يا حبيبتي ما دام لسه ما اتجوزتيش هبني لك فيلا وافرشها لك همتعك وابسطك. اتفضلي روحي له. انا مش ماسكك. كده يا حسن؟ افرضي عامل التليفون زي محاريس الحب والغرام اللي بينك وبين عزوز. قبل الشمس ما تطلع البلد كلها هتتكلم. اذا كان وجودي هيضايقك همشي احسن. اللي يعجبك. تصبح على خير. Thank you.
بالبصل. بالبصل؟ هو بقى السنة الجاية. وانت معايا حلو. لا لو النبي عنه ما بحبش ريحته. وحياتي عنه. وحياتي عنه ما بحبش ريحته. انت لسه زعلان مني؟ حد يزعل منه؟ ابيض بتشوف. العب يا بيه، انا رميت اهو. العب. ما معيش. ما معكش، اسحب. العب يا باشمهندس، العب. المفاجأة الجميلة دي. منورنا يا حاج. انت وجودك. الله يخليك حاج. اهلا وسهلا. اهلا بيك. دي خطوة عزيزة. انا كنت حاجي لك من يومين لولا حكاية كده شغلتني شوية. خير ان شاء الله. لا خير يا ابني خير. اوعى اكون عطلتك. لا ابدا بالعكس، ده انتوا شرفتونا. الله يشرفني. بارك. تعرفي يا سوزان احمد حبك قوي وبابا جاي يخطبك من اخوك. قلت ايه بقى يا باشمهندس؟ يا عمدة حضرتك فاجئتني. المهر 500 جنيه والشبكة. أيوة. من عندي انا. ده غير شبكتي انا. سوسن دي بنتنا. أيوة. ولازم تكون جوه عينينا الاثنين. متشكر يا عمدة، بس يعني فيها. اسأل زي ما انت عايز. يعني انا سمعتي معروفة وابني ريحته مسك. شيء معروف يا عمدة، لكن على بركة الله. أهلا عروستنا. أهلا أهلا، مبروك يا عروسة. مبروك يا عروسة ابني. مبروك يا عروسة أخويا. عقبالك يا ضنايا. ويكون عريس الهنا بإذن الله. ورطة إيه المهببة دي؟ أنت ما ادانيش فرصة أفتح بقي. المهر 500 جنيه واسأل زي ما أنت عايز ومبروك. لا الحكاية مش بالسهولة دي، أنا لازم أكلمه بكرة. أقول له يا عمدة إديني كام يوم أفكر وبعدها يبقى يحلها ألف حلال. ما تتكلمي. ساكتة ليه؟ طب عايزني أقول إيه؟ قولي أي حاجة. أنت مش شريكتي في المصيبة دي؟ مصيبة؟
ناس جم يخطبوني، طب وانا مالي؟ ايوه بس انت مش اختي. ما انا عارفه. طب ازاي اوافق؟ يكونش احمد ده عجبك وعايزه تتجوزيه؟ انا صحيح عايزه اتجوز، بس مش عايزه اتجوز من العمده. نبقى متفقين على ايه؟ انا هكلمه بكره هقول له ان انت مش موافقه، او انك انت موعوده لابن خالتك. اي حاجه اي حاجه. هنكمل عيشتنا زي ما احنا؟ طبعا، مش بنحب بعض؟ اخرتها اخرتها اخرتها. اخرتها ايه؟ مش عارفه. فتره معينه راح مني الشعور بالضياع اللي كنت بحس بيه في مصر، ودلوقتي رجع لي تاني. أنا نازل أتمشى، مش عايزة حاجة؟ مدرس كفء يا حضناص، بس ما عندوش ضمير. وفين هو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا باشمهندس. مبروك يا حسن. الله يبارك فيك. مبروك يا حسن بيه. شكرا لك. الله يبارك فيك. بس سيدي عقبال عندك. شكرا لك. اهلا عزيز. الف مبروك يا باشمهندس، ربنا يتم بخير. عقبال البكاري. عاوزين بقى نشرب الشربات. اتليه وهات القهوه. نعم. سوسن، أنا ماشي. عاوز حاجة؟ مع السلامة. حسن. يا باشمهندس عقبال الزينة الكبيرة، نشرب شربات وناخد ملبس ونتعشى. يا جدع انت تليه. هلا. صباح الخير يا ابو علي. مبروك. العمدة قال لي احمد شاب ممتاز، ربنا يتمم بالخير. شكر شكر جدا. مع السلامة. سوسن، حسن، ما كنتش أتمنى تكون دي النهاية. كان أملي فيك كبير، وكنت راضية بحياتي معاك،
لاني حبيتك، لكن وجودي معاك اصبح مشكله محدش يقدر يحلها غيرك، وانت صاحب الكلمه. انا مش هقول لك الوداع، انا مستنيه كلمتك. مرت الايام، المدير حب يرقيني، رفض صاحب الشركه، حصل خناقه بينهم عشاني، كانت مشكله. ما كنت قاعده في شغلتك وكنا مرتاحين، خربتي على نفسك، لا فايده هنا ولا هناك. مين عارف، مش يمكن اللي حصل ده في مصلحتي؟ على العموم انا حرجه المحل اللي كنت بشتغل فيه، مع ان المهية يا دوبك، بس انا قررت اتعلم انا كده عشان اشتغل سكرتيره. انا بدعي لك يا بنتي، وربنا يقدم اللي فيه الخير. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحاج علي ابو سليمان. اهلا وسهلا. الحاج مهندس ابو سليمان. الشيخ معروف ابو سليمان. اهلا وسهلا. درويش والصابر كلنا اولاد سليمان. اهلا. انا جمعتهم النهارده عشان يشوفوك ويتعرفوا عليك، وانت تتعرف على عيلتني. ليه الشرف. الشرف. الشربات يا بيت. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. هنيا يا باشمهندس. هنيا يا باشمهندس. الله يهنيك يا احمد ابني، عايز يكتب الخميس الجاي، ايه راي سيادتك؟ على خيرة الله. مبروك يا عم. مبروك يا عم. الف مبروك يا بيه. مبروك يا بيه. ايوه بس اختي، اختي مخطوبه. مخطوبه؟ مخطوبه. مخطوبه ازاي بقى؟ اختك قايله لبنتي انها لسه ما اتخطبتش. ايوه ما هو بس انا اديت كلمه لواحد زميلي طلبها مني. لكن انت وافقت على الخطوبه. انا ما وافقتش. ما وافقتش ازاي؟ انا شويه في البلد. ده احنا ولاد سليمان. انا ما قصدتش والله. انت شفت عيب على احمد ابني؟ ابدا ابدا. العيله مش قد المقام. استغفر الله. امال غيرت رايك ليه؟ الناس تقول ايه؟ العمده اللي فسخ ولا اخوها اللي فسخ؟ احنا ما فسخناش. يبقى انت اللي فسخ. بركه اللي فسخت. دي كانت هتبقى واقعه مطينه. ده بيقولوا ما خلتش ولا راجل في البندر الا مع كتته. اثنين. لا قوليلي، هي الخطوبه اتفسخت ليه؟ طلعت عوجة يا اختي. شفت عليها حاجه؟ اسكتي اسكتي. ثلاثه. يعني ما اديتنيش العاده النهارده يا سعاده البيئه. معلش يا فراج، ما تاخذنيش. صدق بالله انا قلبي يريدك لله في لله. انت راجل طيب. انت اللي سكره. ما تاخذنيش يا بيه. انا سمعت كلام بيمغص بطني مش هاين عليا اقوله. كلام ايه؟ ناس بتقول، استغفر الله العظيم يا رب، ان الست اختك. ما تاخذنيش يا بيه. بتلعب من ورا ظهرك. سيرتها في البلد. ما تاخذنيش يا بيه. هي اللي فسخت خطوبتها. يا ابني انت ازاي عاوزني انقلك وانت ما بقالكش معانا هنا شهرين؟ يا فندم العيشه هنا بقت مستحيله بالنسبه لي. الاشاعات في كل حته بتطاردني. البلد كلها بتستهزئ بيا. ارجوك يا تنقلني يا تقبل استقالتي. نشوف. أفندم، سميرة؟ إزيك يا سميرة؟ لا، أنا زعلانة منك. بقى يا خينا بقالك شهر وزيادة في مصر وما تحاوليش تكلمي في التليفون. أعذريني يا سميرة، كنت مشغولة خالص. مدة غيابي اللي فاتت دي عملت لخبطة كبيرة أوي في المحل. طب اسمعي، أنا عايزة أشوفك ضروري. إيه رأيك لو ناخد فنجان شاي سوا؟ لا لا، الحتة دي ما تقالش في التليفون. لازم أشوفك ضروري.
بعد نص ساعة في النادي. طب يا روح قلبي، باي. يا سوسن يا حبيبتي، بقالك شهر وزيادة مستنية السحاسة، والسحاسة إنه سائل ولا راح يسأل، بحبها مايلة. عزوز مستني إشارة منك، إيه رأيك؟ تسهري معانا الليلة؟ أنا مش هسهر تاني. لا يا شيخ، عيني في عينك كده. يا سمير أنا بكلمك بجد. على ما فكري وأنا تحت أمر. أنا فكرت كويس أوي. يا عبيطة، مفيش راجل يستاهل اللي أنت بتعمليه في روحك. حاولت كتير انسى الايام اللي قضيناها سوا، ما قدرتش. صورتك ما بتفرقش عليا. سوسن، انا محتاج لك النهارده اكتر من اي يوم. سوسن، يا سوسن اهلا يا حبيبتي، وحشاني. وانتي كمان، اخصى عليك شهر وزياده. شهر الا يوم. يا حبيبتي احكي لي اخبارك ايه؟ اهو. تشربي ايه الاول؟ مفيش لزوم. عشان خاطري خدي حاجه. طيب اي حاجه. يا حبيبتي ثانيه واحده. اتفضلي. احكي لي يا سوسن اخبارك ايه؟ اتجوزتوا؟ لا. سبتوا بعض؟ حاجه زي كده. هترجعي له تاني؟ مش عارفه يا مديحة. لسه بتحبيه؟ مدام مش ناوي يتجوزك سيبيه. وانتي صحيح الاخبار اللي سمعتها عنك؟ ومخطوبين. مبروك يا مديحة. اقبالك يا سوسن. اتفضلي يا حبيبتي. احكي لي ازاي ده حصل؟ ده انتي ما كنتيش بتطيقي تخرجي مع الواحد اكتر من مره مرتين. وحياتك يا سوسن ما انا عارفه، كنت بشوفه من وقت للتاني في النادي في سهرات. وكنت دايما بحس في عينيه زي اللي بيلومني على طريقه حياتي. وفي مره عزمني، قلت اخرج معاه اشوفه عايز مني ايه. فين الويسكي؟ عندك مزيكا؟ كنت عايزني اجي معاك. ولا احنا لوحدنا؟ ساكت ليه؟ ما تتكلم. ما زهقتيش؟ تاني هنرجع للكلام ده؟ قلت لك قبل كده 100 مره مالكش دعوه بحياتي. لو ما كانتش حياتك تهمني ما كنت سالت. انا عارف عنك كل حاجه. زمان حبيتي واحد وخلي بيكي، وده اللي خلاك تفقد الثقه في اي حد، مش كده؟ بس ده انا السبب يخليكي تضيع حياتك كل ليله سهر واخرتها. تحب الرقص البلدي؟ انا بعرف ارقص بلدي جنان بجد؟ والله. Thank you.
زعلت مني؟ لا أبدا، أنا زعلان من اللي بتعمليه. أهو بتسلى. في 500 طريقة ممكن تتسلي بيها غير اللي بتعمليه ده. مثلا تقعدي في البيت. أيوة، أحط وشي في الحيط وأقعد أكلم نفسي. أنا بدور على الحنان يا خير. وبالطريقة دي هتلاقي الحنان اللي أنت عايزاه. أنت عايزني علشان تديني درس في الأخلاق؟ لا أبدا، كنت عايز أتأكد من حاجة وتأكدت منها. أقدر أعرف إيه هي؟ بتحبي تظهري بمظهر غير حقيقتك. ماما ماتت من زمان، وبابا ليل نهار مع شلته وصحابه. عمري ما لقيت حد يعطف عليا ولا حد يحس بيا واحكي له ألف قلبي. وقابلته بعد كده مرة واتنين، وبعدت عن كل أصحابي. ومن كام يوم فتحني في موضوع الجواز. خيري، مش عارفة أقولك إيه، بالرغم من كل اللي عرفته عني برضه مصممة على الجواز. مديحة، أنت كنت ضايعة. كل إنسان بيمر بظروف دي وبيغلط، المهم إنه يعرف غلطته ويصلحها. حياتك قبل كده ما تهمنيش، كل اللي أنا عايزه منك مستقبل من غير غلط. الكلام اداني ثقة في نفسي. صدقيني يا سوسن، عمري ما هخليه يندم على اللي عمله. انت تستاهلي كل خير يا مديحه. يا إيه حبيبتي، لكن ما قلتليش ايه كنت عايزاني في ايه. الحقيقه انا كنت جايه عشان اصل ايه يا سوسن، مكسوفه مني؟ عايزه فلوس؟ عن اذنك ثانيه واحده مديحة، أنا هرجعهم لك قريب، أخسى عليك يا وحشة، ما تقوليش كده. بحبها يا عزت، ما أقدرش أستغنى عنها. طب ما تتجوزها؟ عاوز، بس مش قادر. عشان مضيع؟ وانت مالك ومال مضيع؟ كل انسان بيغلط. زي ما انت بتحاسبها على مضيها، هي كمان ليها الحق تحاسبك على مضيك. يا عزت، تصور اكون ماشي ولا اتنين بيشاوروا عليها وبتوشوشك. المهم انت وهي، فكرك بعد الجواز هتخونك؟ لا خلاص، حياتها قبل كده مالكش دعوه بيها. ايوه، بس مجتمعنا، مجتمعنا عايش على افكار سخيفه، وعارف كده، وعاوز يتخلص من الافكار دي، وخايف. خايف زيك تمام. حسن، ما تترددش، اتجوزها. كده يا حسن، تقولي المدة دي كلها من غير ما تسأل فيا؟ تعرف اني كنت حاطة على الأمل. اعذريني يا حبيبتي، انت سافرت من هنا والدنيا اتطربقت على دماغي من هنا. ليه؟ طمنيني انت قبلة، عملتي ايه؟ شفتي سمير؟ كلمتني مرة في التليفون وعزمتني عندها، بس انا ما رحتلهاش. انا قررت اني ما اشوفهاش تاني ومش هشوفها. مش تبارك لي يا حسن، مش تعلمت الاله كاتبه وحابه سكرتيره قد الدنيا؟ هتسيبي محل الورد؟ طبعا، مش كده احسن؟ احسن قوي. ومديحه اخبارها ايه؟ اتجوزت. اتجوزت؟ ايوه. مين؟ واحد ما تعرفوش انت، حباه وحبته، وبكل بساطه راحوا متجوزين. مالك يا حسن؟ مفيش. وإيه تاني؟ حاجات كتير، مش عارفة ابتدي بإيه ولا بإيه. المهم
انت وحشتني قوي. انت جاي في اجازه؟ لا، اتنقلت كف الدوار. اترقيت يا حسن؟ برضه لا، انا اللي طلبت نقلي. بعد ما سافرت حياتي بقت جحيم. اقعد في البيت كل حته فيه كانت بتفكرني بيكي. اخرج الهمس والغمز عشان حكايه الخطوبه وفسخ الخطوبه. قلت مفيش غير اني اسيب البلد. انا اسفه يا حسن، اتسببت لك في متاعب من غير قصد. خلصنا منها. وهتسافر امتى؟ بكره. بكره؟ ايوه. تيجي معايا؟ وده سؤالي يا حسن. تحب اخد لك شقه في اسكندريه ولا في الرمل؟ وليه ما يكونش كفر الدوار؟ اسكندريه احسن، بعيد عن الناس وكلام الناس والجيران وقرفهم. وهنرجع نعيش زي ما كنا في طرطوس؟ ما احنا كنا مبسوطين لولا. مش يمكن في اسكندريه برضه تخلق لنا مشاكل؟ مشاكل زي ايه؟ انا عارفه الامر ما يخلاش. ما تخافيش، تحبي تاخدي مامتك معاكي؟ هفرش لكم شقه شيك وهساعدك في المصاريف. انا مستعد لكل طلباتك. اذا كان على الفلوس انا هبني لك فيلا وافرشها لك. مالك يا سوسن؟ ما بترديش ليه؟ حسن، انت بتحبني؟ وده سؤال برضه يا سوسن. امال اللي عايزنا نعيش زي الاول؟ قصدك من غير جواز؟ انا فكرت كتير في الموضوع ده، وبقول ندي لنفسنا فرصه كمان ونسيبها للظروف. سوسن، انا بحبك ومش قادر اعيش من غيرك. مش قادر تنسى سوسن اللي قابلتك اول مره وخدت 5 جنيه؟ ايوه قولها بصراحه. مع الوقت هنسى، ساعديني اني انسى. هتيجي معايا؟ ما اقدرش ارفض لك طلب. كنت خايف تقولي لا، كنت خايف ما تفهمنيش. انا فاهمك يا حسن واعذراك. مهما كان انا اختك والاخت تتحب، بس اخوها ما اتجوزهاش. سوسن، هستناكي بكره على المحطه الساعه 12. اتفقنا؟ كنت فاكرة إن حبنا هيكون أقوى، وتبص لي بعين غير اللي شفتني بيها. لكن يا خسارة يا حسن، الماضي مش عايز يتنسي، والصورة مش عايزة تتغير. أنا مش بلومك، دي غلطتي من الأول. ظلمت روحي وضاعت كرامتي. الأيام علمتني، لكن الحب اللي أنت زرعته في قلبي علمني أكتر ورجعني لنفسي. حسن، مش هتشوفني في الطريق اللي عرفتني منه ابدا ابدا. خلاص يا حسن، انا دفنت الماضي ورجعت لكرامتي. انساني انساني يا حسن، انساني.
متشكرين يا ست هاني. بسرعة كده، مش كنت ناوي تقعد شهر في أوروبا؟ قلت أرجع بدري عشان نقضي عيد رأس السنة مع بعض. بس كفاية. ما وحشتكيش؟ أوي. دي الحاجات اللي جبتها لي؟ لا دي جزء من الحاجات. طب فرجني فرجني. الله، كل ده علشاني؟ لا، وانت لسه شفتي حاجة؟ جنان يا سعفان جنان. الله جنان. الله. عشان تعرفي قد ايه انا بحبك. وبعدين معاك؟ عشان خاطري. لحظة اتأخر على البيت. بقولي لهم أي حاجة. طب أكلمهم في التليفون. بعدين بعدين بعدين. قد كده وحشتك. أوي يا حبيبتي. أنا همشي يا سعفان. لحظة اتأخرت على البيت. الو، ايوه كمال، بكلم من شارع الشواربي، بشتري شويه حاجات قبل المحلات ما تقفل. قولي حبيبي، سعفان بيوصل؟ سعفان بيه يا ستي، راح البيت يستحمى ويغير هدوم، قال لي استناه في الشركه لحد ما يرجع. على فكره وعزمنا الليله على سهره راس السنه كده. بقى هيجيب الست مراته معاه. على عموم هي دمها تقيل، انما نستحمل قعدتها عشان خاطر سعفان بيه. لا يا حبيبي مش هتأخر. حاضر، مع السلامة. وبعدين بقى هنرجع للشقاوة؟ اهلا 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 يا هناء، ما تيجي؟ لا معلش، اصلي مستعجله. خدي الشنطه اللي ورا دي. الحمد لله على سلامته. المره دي كريم قوي. مش خطبني يا بنت الايه؟ طب والنبي انا لو منك اخليه يخطبني بجد. واللي في البيت اشمعنى هما بس يا اختي ليهم الحق في اربعه؟ احنا كمان لازم نبقى زيهم. اه. ادي 100 جنيه تحت الحساب، هنشوفكم انتوا الثلاثة بقى بالليل. لا يا حبيبتي، احنا الأربعة. ليه؟ أصل دريتي هتسهر معانا. باي. مفيش فايدة من اللي بتعمليه ده. لا هيرجعلك كمان. بس عمري ما نمشي لحد دلوقتي يا دادا. ما هو يا ستي طول ما الهبة ده قدامه ما هوش عايز ينام. طب اطلعي انت حضري الحمام يا دادا. حاضر يا ستي. يلا يا عمر، يلا حبيبي. بس يا ماما شوف نهاية الفيلم. احكولك بعدين. اوبا، احنا مش اتفقنا كل يوم الساعة 8 تكوني نايمة يا قطة؟
بنات. ها؟ عايزك الليلة دي وانت بترقصي مع سعفان بيه تفتحيه في الموضوع. موضوع ايه؟ ان اتعين مدير مبيعات الشركة. قول لي يا كمال. ايوه يا روحي. انت ما بتغيرش عليا. من سعفان؟ ده كل سنة وانت طيبة. انت عارفة يا روحي ان انا بغير عليكي من نفسي. بس فرق يا حبيبتي بين الغيرة وبين الثقة. أنا لو ما كنتش بثق فيكي عمري ما كنت طلبت منك الطلب ده. عارفة مدير مبيعات يعني إيه هنا؟ يعني 1000 جنيه عمولة في الشهر. يعني هجيب لك الخاتم السوليتير اللي نفسك فيه من زمان. وكمان يا ستي أخدك على بيروت ونصيف سوا. يعني ما ترجعش في كلامك؟ طبعا لا. إذا كان كده أكلمه؟ نسي يا روحي. خدوا بالكم كويس، مش عاوز أي شكوى من أي زبون، سامعين؟ اتفضلوا. بونسوار ميت. بونسوار دكتور مؤمن. سافا؟ بيا إيفو. كوم سي كوم سا، كل سنة وأنت. وأنت طيب. طلباتك دكتور مؤمن. بقى صح السنة اللي فاتت دفعنا بومبة والسنة دي آجي ما لاقيش ولا تذكرة. ولا تزعل دكتور مؤمن، تعالى وأنا هتصرف بس على شرط تيجي متعشي جاهز. طب هات شيلي. بسرعه يلا بدل ما انت قاعد دافن نفسك في وسط الاشباح. بول وشي بيضه وشي سمره وشي حمره وشي ديمي سيزون والميني جيب والميكرو جيب والماكس جيب والبنطلون جيب ومفيش حاجه جيب وكل جيب في جيب في جيب في جيب في جيب. قوم اتفرج قوم. انت جالك حاجه ولا ايه؟ يا ابني انا مش بحلم، انا شفت بعيني. ما حدش قال لي ايه اللي حصل. اللي حصل ان احنا الليله دي معزومين على سهره راس السنه. لا بس انا بذاكر. بقول لك كله جيب في جيب، الطويلة ذات القوام الممشوق، والتخينة اللي زي لهجة القشطة، والرفيعة اللي زي فراخ الجمعية. أبوس إيدك قوم. ومفيش وقت، ما نطيحش وقت. طيب. جب 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 جب. منورانا يا هاني. ميرسي قوي يا كمال بيه. شيك قوي العقد ده يا هاني، تلاقيك رفعت فيه كتير. ابدا. اللي يشوفه يفتكره اصلا، مع ان ثمنه كله 3 جنيه. مش معقول. الصناعة هتقدمي دلوقتي يا توحيدة. فعلا يا سعفان بيه. شايف بتوع الليل واخره؟ شايف بتوع الطنس؟ مش المشرحه والفورمالين. طنس طنس دنس دنس دن. ده يا قليل الادب. لا مؤاخذة كنت فاكرك بنت خالتي. مع السلامة بقى. السلام عليكم. اديتني ميعاد واتقلت. يا سلام. ما تنسيش اللي قلت لك عليه. حاضر. هاي هناء ازاي؟ اهلا يا سميحة. عندك
ايش اسمك ايه؟ هناء. وانت؟ احمد. ازيك يا احمد؟ يا لسه فاكره اسمي؟ كل سنه وانت طيب هنا. وانت طيب. انا كنت عايز اقول لك مش عارف اقول لك ايه. بتذاكر في البلكونه؟ من يوم بنت الجيران معزلك بطلت الحكايه. بس احنا ما كلمناش الا كلمتين. قلت لك اسمي هناء وقلت لي اسمك احمد. يمكن لو كنا اتكلمنا اكتر من كده ما كنتش فضلت فاكرك طول السنين دي كلها. اتجوزت يا هناء؟ اتجوزت. وانت اخبارك ايه؟ اتخرجت؟ انا في نهايه طب وكلها كام شهر وابقى دكتور. ولسه ساكنين في نفس البيت؟ لسه. إذا كان في شقة فاضية قدام بيتك مستعد أعزل. كل سنة وأنت طيب. أنت طيب. وأنت كمان هتجيب أسرة كل سنة. كل سنة وانت طيبة يا هناء. وانت طيبة. وانت طيب انت كمان. وانت طيب. عن اذنك مش هشوفك تاني. استناني بكرة الساعة 11 قدام نادي الجزيرة. انا متشكر قوي يا هناء. اكيد اللي عملتيه ليلى دي هيغير مجرى حياتنا كلها، والحكايه كلها ما كلفتناش غير كلمتين وطاف لسعفان بيه. قد كده واثق فيا؟ طبعا يا حبيبتي.
انا عارفك نبيها وواقفه جنب جوزك بذكاء من غير ما تعملي اي حاجه غلط. تصبح على خير. وانت من اهله. ما كلمتنيش عن حياتك. عايشة. أكيد عايشة كويس. عشان راكبة عربية. الفلوس مش كل حاجة. صحيح. الفلوس كل حاجة اللي ما عندوش فلوس. عاملة إيه؟ مبسوطة؟ يعني. إيه؟ ما بتحبيش جوزك؟ ما أخبيش عليك. واتجوزتي ليه؟ زي كل البنات كان لازم اتجوز. انت عارف احنا خمس بنات وانا الكبيرة وبابا ماهيته على قده. كان لازم اتجوز عشان تخف المصاريف وبعد كده اكون سعيدة ولا لا مش مهم. وليه ما حاولتيش تكوني سعيدة معاه؟ في واحدة بتتجوز مش عايزة تبقى سعيدة. أقدر أعرف مين جوزك؟ بدل ما تقعد تحقق كده معايا قول لي أنت عامل إيه؟ بتحب دراستك؟ طبعًا. هتطلع دكتور إيه؟ باطني. أصحابك مين؟ صحابتك مين؟ أصحاب الكتب وكل البنات اللي في الكلية أصحابي. يعني ما بتفضلش واحدة منهم عن التانية؟ عايزاني أقول لك إيه؟ إن في واحدة بفكر فيها لدرجة إنها تشغلني عن دراستي؟ أحمد عاوز اسألك سؤال. ما حاولتش تعرف بعد ما عزلنا جرالي ايه؟ سألت. قالوا انكم عزلتوا مصر الجديدة. قلت الأيام فرقتنا. وزي ما فرقتنا جمعتنا تاني. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. باي باي. ايه ده؟ عربية مرة واحدة؟ طب خليك زينا واحدة واحدة واعرف واحدة تركب موتوسيكل. عرفتها منين؟ تصور يا مؤمن كنت بتمنى اكلمها كلمة واحدة وتمر الأيام ونتقابل واكلمها ببساطة تحكي لي واحكي لها. ببساطة؟ كنت فين يا أحمد؟ فاتتك محاضرتين مهمين قوي. انا كنت في المشرحه. انا بيضت لك محاضره وهقعد في الكافيتيريا بيض لك المحاضره الثانيه. والله خساره فيك. هي قاعده تبيض لك في المحاضرات وانت عمال تلعب في المشرحه. دي مش خيانه، ممكن تسميها معايشه ذكريات. معايشه ايه؟ قالتها فين دي؟ في امراض النساء؟ فكرك الواحد ممكن يتخلص من ذكرياته. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير. كويس، كنت خايف اجي ما الاقيكيش جاهزه. والله كمان انا رايحه غصب عني. هو لازم احضر؟ بقى ده كلام. حفله معموله بمناسبه تعيين مدير مبيعات الشركه. معقول ما تكونيش موجوده معايا؟ ما فيهاش حاجه. المهم انت اللي تكون موجود. وانا من غيرك اساوي حاجه. يلا يا حبيبي يلا. ده يومنا النهارده. استكمال فجر. ده كان زميلي في الكلية وكان بيسقط على طول الخط. يا سيدي الدنيا ماشية كده. مش بيقولوا هو كل راجل عظيم. على رأيك. صحتك. ما
يا ابو علي لما تترقى ويعملوا لك حفله زي دي. ما اظنش. سيداتي وسادتي، إن هذا الحفل الذي نقيمه للأستاذ كمال شكري لهو أبسط اعتراف من الشركة بمجهوداته في مجال الصناعة والتجارة. فإذا نحن أجرينا مقارنة بين حجم الاستثمارات شركة التجارة هذا العام وحجمها في العام الماضي، لاتضح لحضراتكم ما أتاه السيد كمال شكري من جهد. كانت ميزانية الاستثمارات في العام الماضي 300,000 جنيه، فزادت في هذا العام بنسبة 35%. وبفضل الأستاذ كمال واتصالاته الشخصية فتحنا أسواقا جديدة في القارة الإفريقية، ونأمل أن يمتد نشاطه إلى باقي القارات. شركة الدنيا قسمت لنا إزاي؟ مين كان يصدق؟ بس يا حبيب أمه، بس بلاش عياط بقى يا عمر، بس يلا حبيبي، بس يا بوس، بس يا عمر حبيب ماما، يلا طيب 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 جاي اهو. الله، ادخل يا عم صالح. الخضار يا استهان حطه جوه على الترابيزه في المطبخ. باقي من الحساب قرشين على الترابيزه برضه. كمان لسه 20 يوم على اخر الشهر ومش فاضل معايا الا 2 جنيه. يعني ما احناش كلام على المصروف اللي هو احنا بناكل. اصل مش عارفه اتصرف، اجيبها شمال اجيبها يمين. عشان اعمل لك ايه بس؟ 22 جنيه عمي اللي باخدهم، 5 جنيه للشقه، 3 جنيه للمواصلات، 2 جنيه للسجاير، وال 12 اللي فاضلين بديهم لك. ال 12 دول مش مكفيين، من يوم ما اتجوزت مش قادر اروح فستان. يعني انا اللي ببعث على نفسي؟ مش قصدي، بس بالطريقه دي مش عارفين نعيش. عشان اعمل لك ايه بس؟ اسرق؟ انا هدور على شغل، لازم اشتغل. اشتغلي تتنيلي، اعملي اللي يعجبك، عشت ايه الهباب دي؟ بلا من يوم ما شفتك عندي في البوتيك. يا ريت يا حبيبتي، ما انت عارفه اصلح لك الفساتين عندي في البيت، اشتغل لك بالحته، مش اقل هطلع لي بخمسة ستة جنيه في الشهر، اهم ينفعوا. قلت ايه؟ والله يا هناء، وحياتي عندك يا سميحه،
أنا تعبت قوي، ساعديني. طيب اتفضل يا كاظم بيه. ميرسي. أيدي الفاتورة على الحساب. حاضر، عن إذنك. اتفضلي. ألو، أهلا يا قمر، إزيك؟ عندك سهرة الليلة دي؟ من بختك وصلت لي النهاردة بضاعة. لا مؤاخذة، اللي كنت بتطفي مش موجودة في باريس كلها. بس اللي فهمته إنك بتدوري على شغل. أيوة يا فندم. ولا تحب أبعت؟ تعرفي تكتبي على الآلة كتبة؟ أتعلم يا فندم. طيب كويس، أنا بدور على سكرتير، ده عنواني. باي باي يا سميحة. باي باي. مبروك يا حبيبتي. على إيه؟ وأنا لسه اشتغلت. أنت عارفة ده مين؟ دي النجدة اللي جاتلك من السما. أو يا حلوة، لو شغلك عنده لا تقولي لا خيطلك فستان ولا اشتغلك بالحتة. هتشتغلي فترة تحت التمرين، وأنت وشطارتك بقى. متشكرة يا بشرفش. ولو انبسطت من شغلك هنبقى ساعتها نحدد المرتب. وفترة التمرين دي مش حابب ما هي يعني؟ ما هي رمزية، نقول 10 جنيه في الشهر. موافقة. فالحة تكسبي 10 جنيه في الشهر، ندفع 7 جنيه شغالها عشان تاخد بالها من الولد، و3 جنيه أكلها، يعني ما عملناش حاجة. وعدني لو انبسط من شغلي هيزود مرتبي. تتعرفي تعملي حاجة عشان تبسط من شغلك؟ أديني بتعلم اختزال، وإن شاء الله ال 10 جنيه هيبقوا 20. مش خروحي كده. بكرة تشوف. ردا على خطابكم المؤرخ 17 يناير، نحيط سيادتكم علما بأن الطلب المقدم منكم هو كل يوم نفس الفستان يا هناء. ست حلوة زيك لازم تلبس اللي يناسب جمالها. حاضر يا فندم، لما ظروفي تتحسن شوية. اسمعي، انت سميحة مش صاحبتك، فوتي عليها نقي اللي يعجبك وانا احسن طمن من ماهيتك. بس سميحة فساتينها غالي أوي، والبيت أولى يا فندم. البيت ما تشيليش همه، أنا هساعدك. مش فاهم يا هناء. أنا إنسان بيقدر الجمال وبيحبك. عبيطة، عايزانا أقول لك إيه؟ يا سميحة ده عارض عليا يساعدك، ومقابل المساعدة دي تكوني لطيفة معاه. يا حبيبتي الدنيا كده والرجالة كده، يا الشرف والفقر والعكننة، يا الفلوس والنغنغة. وساعتها شرف ولا مش شرف كلهم بيحترموك ويقولوا لك يا هانم. أنا كنت متأكد إنك هتطردي من الشغل. يلا دلوقتي البسي عشان نحضر الحفلة اللي في نادي الشركة. وعمر هعمل فيه إيه؟ سيبيه عند الجيران. طب ما تروح أنت لوحدك. إذا كان كل واحد جايب مراته معاه. بس كمان يا كمال ما عنديش حاجة عدل ألبسها. ليه؟ الفستان البامبا ماله؟ ما هو كويس. يلا 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 البسي، بلاش نكد يلا. تيجي هنا نقعد جوه مع الناس. هنا كويس، مش شايف الستات لابسين ازاي؟ والله مش ذنبي، ستات اهليهم اغنياء وبيساعدوهم. وما تقولش ليه ان جوازهم الاغنياء ولا ماهياتهم كبيره. احنا جايين نتنكد هنا كمان؟ مش انت اللي بتغلط يا كمال. يا شيخه المدير العام بتاعنا جاي ناحيتنا، اتيكيت انك تسلمي وانت قاعده، فاهمه؟ حاضر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. سعفان بيه المدير العام بتاعنا، هناء مراتي. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اتفضل يا فندم اتفضل.
ان شاء الله تكونوا مبسوطين من الحفله. الحقيقه يا فندم حفله ممتازه. ترى مدام عارف في البيت ولا بتشتغل؟ هي اخذت زوجيه وقعدت في البيت. ايه العيال بقى يا فندم حضرتك عارف؟ والعيال دول يبقوا كام؟ ولد واحد يا فندم. انا قلت كده برضو. اصل الهانم اللي يشوفها يفتكر انها مدموزيل. ده بس من ظرفك يا فندم. ها تشربوا ايه؟ ليمون ومانجا. يا راجل قوم هات لك كاسيل. ما فيش لزوم يا فندم. قوم عن اذنك. والهانم ما عندهاش استعداد انها تشتغل؟ على كل حال اذا فكرتي تشتغلي اتصلي بقى في النمره دي. مش ضروري. يبقى كمان يبلغ حضرتك. وماله؟ خلي الكارت معاكي ممكن تحتاجيني في اي خدمه. تبقى تكلميني في النمره المباشره دي. اتفضل يا فندم. الحقيقه انت منوره الحفله. امال فين كاس المدام؟ هي اصلها ما ميرسي ما بشربش. صحتك يا فندم. صحتك. الحقيقه المدام بتاعتك كلها رقه. عن اذنكم. اتفضل. فرصه سعيده. شكرا. مع السلامه يا فندم. مالك مبوزه ليه؟ عايزه امشي. ليه؟ عايزه امشي يا اخي. انا عارفك ما انتش وش حفلات كده. طب اتفضل. ايه ده؟ كارت المدير العام بتاعك انتهز فرصه انك قمت وادهولي. فيها ايه؟ مش فاهم. لا افهم. انت سيئه النيه كده ليه؟ خلاص من قله استاد هيعكسك انتي. اجمل واحده في الحفله ولا هو ما عندوش نظر؟ وامام الارقام والاحصائيات التي ذكرتها امام حضراتكم يطرح ان الاستاذ كمال عبقريه اقتصاديه فذه يجب التمسك بها ودفعها إلى الأمام وتشجيعها حتى تعود مجهوداته بالخير على الشركة والعاملين بها. أي بص في هنا اهو. ورينا معاك. مساء الخير يا هناء. أهلا حبيبي. مساء الخير يا عمرو. أهلا بابا. ازيك يا حبيبي؟ يلا هناء البسي بسرعة. ليه؟ سعفان بيعزمنا على بارتي عنده في البيت. ده بيعتبرني صاحبه دلوقتي. بارتي؟ أيوه. لو النبي عارفين انا من حكايه البارتي دي. اوه هتخليكي مديرن امال. يلا حبيبتي يلا يلا. انا قلت لك يا كمال 100 مره الراجل ده ما بستريحلوش. اوه انت ما حدش عاجبك خالص. لازم تكوني اجتماعيه. اي ست في الدنيا بتقف مع جوزها على الاقل تشرفه قدام الناس. طب وعمرو؟ عمرو هيروح عند الجيران مش كده يا حبيبي؟ ايوه. هنقعد نمرمط في الولد بالشكل ده؟ اوه يعني احنا هنغيب قد ايه بس؟ دي كل الحكايه ساعتين. يلا حبيبتي يلا 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 يا عمرو يلا حبيبي يلا. اهلا هنا هان. اهلا كمال. اهلا بيك. تفضلوا البيت بيت. شكرين قوي. تفضلي. عن اذنكم دي يا العفو فين. تفضل. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا. شايفه الناس اللي عايشه؟ بصي بصي الست اللي هناك دي تبقى مرات المدير المالي. اللي جنبها دي تبقى مرات العضو المنتدب. ما تروحي تصاحبي معاهم دول ممكن ينفعوني في الشغل. روحي. والنبي يا كمال تسيبني في حالي انا ملخومه خلقه. شرفتونا وانستونا. متشكرين يا وزير. ايه هنا يا هانم؟ الواحد ما يشوفكيش الا في السنه مره. اصلنا ما بنخرجش يا سعفان بيه. ملناش في الحفلات. تحبوا تشربوا ايه؟ اللي تشوفه سيادتك. تفضلي. متشكرة ما بشربش.
بتكسفنيش. شايف يا كمال بتكسفني؟ سعفا بيه مد ايده بقى ما يصحش. ايه كمان؟ ما انت عارف اني ما بشربش. معلش عشان خاطر سعفا بيه، اشربي. في صحة هناء هان. في صحتك. في صحتك. اشربي. ايه ده؟ اجيب لك كوبايه ميه؟ اتفضلي. امال فين المدام يا فندم؟ مدام سافرت يا ستي. تحت اضلك عاملهم في اوروبا وسايباني لوحدي هنا. دنيا كده. هي تتفسح وانا اشتغل هنا. رجاله تكسب عشان الستات تصرف. محتاجه اي حاجه من باريس، من لندن. اطلبي. ما تكسفيش. ابعت المدام تجيبها لك معاها. على العموم ادي كارت ثانية. اكيد ضيعت الاولاني. مين عارف؟ يمكن المرة دي تفتكريني. اتفضلي. اطمني يا مدام، لحقناها من اولها. مش لازم يتعرض للهوا. تجيبوا له الادوية دي وياخدها من النهاردة. حبيبي. شك. عن اذنك. عن اذنك. اتفضل. هاتي 2 جنيه من مصروف البيت بسرعة. هاتي. مالك يا كمال؟ الدكتور قال حاجة تانية؟ عنده ايه الولد؟ لا مش في اللي عنده دلوقتي، احنا في الأدوية دي هنجيبها منين؟ خد بيها دي لحد ربنا ما يفرجها. يفرجها النهاردة وبعد كده. ريتني كنت اتجوزت واحدة موظفة، كانت ساعدتني بقيتها في مصيبة زي دي. علب الجواز وسنين الجواز اللي خلى الواحد يمد ايده ويستلف. هات يا شيخة. يا سيدي بسيطة، أهم حاجة نقوم بالسلامة. اكتب الاستمارة وأنا هديهم تعليمات يخصموا الصرف على 12 شهر. ربنا ما يحرمناش منك يا فندم. أظن هناء هانم الآن. طبعا يا فندم. سلم لي عليها. ضمنها إن أمراض الأطفال ما يتخافش منها. دي هي النهاردة يا فندم هتدعي لك لما تعرف إن سيادتك وافقت على السلفة. العفو. روح انت علشان تلحق الخزنه. عن اذنك يا فندم. متشكر. العفو. متشكر قوي. ابعتي لي محمود السواق. سعيدة هنا. أهلا. ازاي دلوقتي؟ كويس. الله. أنت لسه بتعيطي؟ خلاص يا ستي. أديني استلفت 20 جنيه. بس اعملي حسابك مصروف البيت هتاخديه ناقص 3 جنيه كل شهر. وتبقي تتصرفي بقى مع أهلك كاملهولك. اتفضل. 50 جنيه ما بعتهم اتصرف فيهم. الله يفي الخير اللي افتكر. طب بتعيط ليه بقى؟ بدل ربنا فرجك. مفيش. بس صعبت عليا نفسي. Thank you.
الو، لو سمحت ممكن اكلم سعفان بيه؟ ايوه انا سعفان. اهلا 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 بيكي في اي وقت. انا سعيد جدا اللي سمعت صوتك. متشكره قوي. انا بكلم حضرتك عشان اشكرك على 50 جنيه، واوعدك اني هرجعهم لحضرتك في اقرب فرصه. انا اولا ما طلبتش انك ترجعهم لي، ثانيا الشكر في التليفون ما ينفعش. لو ما تتضايقيش اكون سعيد لو تقابليني، وهي فرصه اشوفك واطمن على الولد. ارجو المقابله دي تكون سر بيني وبينك. ما يكونش عندك اي فكر، ثقي فيا. تحب ارجع لك الفلوس ازاي؟ فلوس ايه؟ فكرك انا بقابلك علشان اكلمك في الفلوس؟ انا عايز اطمن عليكي. هي كمان انا عارفها بسيطه. هي بسيطه صحيح، انما ادي احنا مستورين. على العموم ما تشيليش هم، زي ما قلت لك اعتبريني اخوك الكبير، وعشان اساعدك انا حرقي كمال وازود له مهيته، واذا احتجت اي مبلغ تاني ما تتردديش. تليفون بسيط، كل طلباتك هتتنفذ. متشكره قوي. لو سمحتي تقبلي مني الهديه دي. ايه ده؟ والحتتين قماش لسه جايين من باريس. يا خبر، لا مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ هديه بسيطه. ارجوكي ما تكسفينيش. طب بس هقول له ايه؟ يا سلام، اي حاجه. اكيد يا هناء. خير؟ سعفان بيرقاني، بقت ميتي 50 جنيه، ولو اتبسط من شغله يمكن توصل ل 100. مبروك. الله، انت مش مبسوطة ولا ايه؟ لا ابدا، طبعا مبسوطة. انت كنت بره؟ ها اصل كنت بشتري. اصل كنت فين يا هناء؟ كنت عند ليلى بنت خالتي. بص، ايه دول؟ دول حتتين قماش جابتهم لي ليلى هديه بمناسبه عيد ميلادي. بنت حلال قوي ليلى دي، وفرت لنا كسوه الصيف. يلا بقى يا حبيبتي نغدى احسن هموت من الجوع. ها يلا. الاسانسير بسرعه يا علي. حاضر يا فندم. مع السلامه يا فندم. ايه كمان عامل ايه في الشغل؟ كل حاجة ماشية عالية يا فندم، ده بفضل توجيهات حضرتك وتشجيعك. على العموم أنت كل ما تشد حيلك هتلاقي الطريق قدامك مفتوح في الشركة. إنك تترقى وتكبر ومعيتك تزيد، وقدامك فرص كتيرة. إن شاء الله يا فندم أكون عند حسن ظنك.